السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك سلام؟ الحمد لله بخير. بقول لحضرتك ايه الفرق بين الملة والدين؟ ها؟ ما الفرق بين الملة والدين؟ الملة هي الدين. الملة هي الدين؟ اي. طيب على وعلى على دين هي ودين الاسلام وعلى مله ابينا ابراهيم ممكن تنويه في اللفظ بس يعني اللفظ؟ ايه يعني ما فيش فرق بين المله والدين؟ لا ما في اصطلاحات احيانا الاصطلاح يتعد مع الاصطلاح الاخر في المعنى واحيانا يفارقه في المعنى. فمثلا الايمان والاسلام الايمان والاسلام اذا اجتمعا مع بعضهما في سياق واحد هذا له معنى وهذا له معنى، لكن إذا جاء الإيمان مستقلا دخل في معناه الإسلام. واضح؟ على سبيل المثال مثلا سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام فأجاب بأن الإيمان هو الأعمال القلب، يعني أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإسلام بيانه الرسول عليه السلام شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله يقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وحج وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيله. لكن إذا جاءت كلمة الإسلام منفردة والإيمان منفردة دخل في معناها الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تؤدوا من المغنم الخمس. ذكر بعض ما في الإسلام. وكذا الفقير والمسكين، كلمة فقير جاءت مستقلة دخل في معناها المسكين، جاءت مرتبطة بالمسكين هذه أخذت معنى وهذه أخذت معنى. وكذا الملة والدين، قد تطلق الملة أحيانا على الشرعة الشريعة وأحيانا تطلق على الدين أصل الاعتقاد تبع السياق الذي وردت فيه الكلمة. يعني طيب الفطرة وكذلك الفطر، الفطرة أحيانا تطلق على الإسلام أحيانا تطلق الفطرة على الفطرة خمس كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الفطرة خمس أحيانا تطلق الفطرة على الخلقة أصل الخلقة، لا عدة معاني يفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. يا أخي عدة اصطلاحات في الكتاب العزيز يا مسلم تفهم من السياق الذي وردت فيه كلمة معينة، تفهم من السياق الذي ملة، كلمة ملة كعفوا كلمة أمة، كلمة أمة كمثال إن هذه أمتكم أمة واحدة، قيل ملة واحدة. أمة فترة زمنية، قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أمة جماعة من الناس وجد عليه أمة من الناس يسقون. أمة الرجل الحنيف العاقل إن إبراهيم كان أمة. فعلى حسب السياق الذي وردت فيه الكلمة تأخذ المعنى المناسب له. شكرا لك، الله يبارك فيك.